حادثة وقعت الساعة 12 تقريبا وعشر دقائق. توفى عندنا مريض 70 بالعمر. بعدها لقينا انه في تهجم من مرافقين العائلة، حوالي 25 شخص دخلوا اخترقوا منطقة اللي هي موبوعة عندنا، منطقة قسم العناية المكثفة، واخترقوا خصوصية المرضى وقاموا بتكسير الممتلكات داخل قسم العناية المكثفة. حاولت أهدي من روعهم أنه بعين الله، الله يرحم روحه وسامحوه وقرأوا له قرآن. فجأة أحد المرافقين الموجودين قام بتكسير جهاز التنفس الاصطناعي، ميكانيكا الفنتليتر، اللي هو إحنا بأمس الحاجة لهذا الجهاز. في اللحظة هاي جيت حكيت معه، حكيت له اهدى اهدى شوي، حرام اللي بتسويه، هذا مال عام، اهدى، اطلع برا، بكفي يعني بكفي. ففي هاي اللحظة قام 15 شخص بالاعتداء علي بالضرب المبرح. تأخرت العناصر الشرطة وجهاز الشرطة، لأنه الشرطة بدها وقت لتوصلنا، لأنه المنطقة منطقة موبوءة وبلزم أنه يلبسوا. الأثار الجسدية اللي تعرضت لها، انه انا صار عندي شعر في الكتف الايمن، صار عندي ضربة قوية على الرست اللي هو كمان المعصم الايمن، وفي عندي عدة ضربات وجروح وكدمات وردود في كامل انحاء الجسم. للأسف ما حدث البارح يعني هو مستنكر من إدارة المستشفى ومن المجتمع المحلي ككل، ومن كل إنسان غيور على مؤسسات البلد وعلى مصالح هذه البلد. نقوم الآن بعمل يعني حصر للضرر الحاصل. الضرر المادي إنه إحنا عندنا أجهزة تم يعني استحداثها في المستشفى ليست متوفرة في كل الأوقات، ونحن بحاجة إليها الآن وفي الأيام القادمة لعلاج مصابين مرضى كورونا. فيعني أي جهاز سوف نخسره يعني سيتم يعني فقدانه بشكل خسارة كبيرة يعتبر لدينا. طبعا الأجهزة الأمنية متواجدة طول الوقت في المستشفى، ويعني ولكن يعني لا يمكن أن تمنع أي تصرف إذا كان هناك دوافع داخلية أو مسبقة في هذا الموضوع. يعني حتى لو أوجدنا 100 عنصر أمن، يجب أن تكون ثقافة لدى مجتمعنا ولدى أهلنا وأحبتنا في البلد إنه آلية التصرف في حالة الغضب وفي حالة الحزن وفي حالة الهي، يجب أن لا تفرغ حزنك في الأجهزة أو في الكوادر الطبية. فهي يعني رسالتنا لهم ولأهلنا في منطقة الجنوب.